السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما نقصكم خير بإذن الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى خوتي لأول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش أنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارتاجيو هذا الفيديو على أوسع نطاق حتى تعم الفائدة على الجميع. إذا من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على القضية اللي هزات الرأي العام المغربي مؤخرا، وهي فضيحة من العيار الثقيل اللي سبب ديالها موظفة اللي قامت باختلاس 160 مليون من بريد البنك اللي كتخدم فيه. هذه الموظفة جابت الربحة بمعنى الكلمة. الإنسان تيكون خدام بخير وعلى خير، مسك عليه سيدي ربي حتى كيغويه الشيطان وكيتبع طريق الشيطان وكيصدق باغيها كلها، ولكن في الأخير كيخليها كاملها خوتي. إذا لمزيد من التفاصيل خليكم إلى آخر الفيديو وما تزبيوش. إذن الخبر يقول أخوتي أنه أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الملف الذي تتابع فيه موظفة بإحدى الوكالات التابعة لبريد بنك المتهمة بما نسب إليها. وفي هذا الصدد قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة المعنية بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30,000 درهم، وإرجاع المبلغ المختلس وقدره 1,679,800 درهم، مع أدائها لها تعويضا مدنيا قدره 180,000 درهم. وقد تفجرت القضية التي أسفرت عن اكتشاف اختلاسات بالوكالة التي كانت تشتغل بها المتهمة، حيث قادت التحقيقات التي بوشرت في الملف بعد إحالته على القضاء من طرف المؤسسة المشغلة إلى الوقوف على تورط الموظفة المذكورة في اختلاس أكثر من 160 مليون سنتيم من ودائع الزبناء، ليتم إحالتها من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لتعميق البحث، قبل عرضها سنة 2020 على أول جلسة لمحاكمتها من أجل جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير. إذن كما سمعتوا في الخبر أخوتي أن هذه الموظفة اللي كتشتغل بإحدى وكالات البريد بنك واللي اختلسات أكثر من 160 مليون سنتيم من ودائع الزبناء، يعني شفارة بمعنى الكلمة. كاملكم أخوتي كتعرفوا واحد المثل معروف كيقول أنه القناعة كنز لا يفنى. القناعة هي واحد المسألة مزيانة بزاف، واحد المسألة زوينة بزاف أن الإنسان كيقنع بداك الشيء اللي عطاه سيدي ربي. أما الطماع ولا اللي كرشو كبيرة وعينيه كبيرة وكيطمع في ديال الناس، فراه ما عمر سيدي ربي ما يسهل عليه، وسواء اليوم أو لا غدا غيطيح غيطيح كما طاحت هاد الموظفة اللي شادة واحد المنصب كبير وأكيد أن الخصة ديالها مزيانة. هاد السيدة دابا خوتي إلا جينا نفكروا مزيان، إنسانة قارية حفت عينيها في الدراسة وشحال ديال القراية وسيرواجي والدبلومات، ما شدت هاد المنصب غير بمشقة الأنفس، ومنين خدمات وشدت المنصب وخدات هذيك المسؤولية على العاتق ديالها كدوز الفلوس على ديال عباد الله تحت يديها كتسني عليهم، في الأخير خلات داك الراتب الشهري ديالها اللي غادي يكفيها وغادي يسد جميع المتطلبات ديال الحياة ديالها، وطمعات فلوس الناس، طمعات فلوس الزبائن. فين ما دوز شي حساب ديال شي شخص كطير منه، كل ما دوزت حساب كتهز شوية شوية من عند هذا شوية من عند هذا شوية من عند هذا، يعني بواحد الطريقة اللي هي جهنمية، اختلاس شيطاني. كتسرق العباد الله الفلوس ديالهم، هاد الفلوس اللي ما جابوهاش بالسهل هاد الزبناء. واش جابوا دوك الفلوس من السماء؟ واش لقاوهم طايحين؟ واش فاقوا في الصباح ولقاوهم تحت المخدة؟ راه دوك الزبناء راه ضربوا تمارة على دوك الفلوس. كل واحد مسكين والله يحسن العوان فاش خدام، كاين اللي موظف، كاين اللي خدامة فلوزين، كاين اللي كيضرب تمارة عند عباد الله. المهم كل واحد
وفين خدام، وكل واحد تمارا اللي كيضرب باش كيجمعوا دوك الفليسات وكيحطوهم في البنكة، زعما راه حنا حطيناهم في واحد المكان امن، يعني باش ما يقيسهم لك لا شفار لا حتى شي حاجه. البنكة واحد المكان امن كتحطي تحط فيه فلوسك وانت مرتاح عليهم ومطمئن عليهم. كتجي واحد الموظفة وكتسرق، هذا تسرق لي مثلا 10 دراهم، هذا تسرق لي 15 دراهم، هذا تسرق لي 5 دراهم، راه غير الا بقات هكا يوميا يوميا كتهز شويه من هنا وشويه من هنا، راه اموال طائله خوتي، راه ما تحقروش، راه غير الا دات كل حساب دات ليه درهم راه عاد راه فلوس صحيحه اللي غادي تطير كل شهر. وفي الاخير صدقات 160 مليون سنتيم، بالمقابل لمستقبلك ولخدمتك والحريه ديالك وحياتك كاملها ضيعتيها على وديت 160 مليون. يعني تصوروا معايا، انا غنسولكم هذا السؤال، الا انت مثلا ولا انتيا قال لك واحد الشخص هاكي 160 مليون ولا هاكي 200 مليون، هاكي 200 مليون ولكن اعطيني بالمقابل الحريه ديالك وندمر لك مستقبلك وندمر لك حياتك الاسريه والدوسي ديالك نوسخو لك وندخلك للحبس، واش غادي تقبلي على ديك 200 مليون تشديها ولكن بالمقابل تفقدي هذا الشيء كامل؟ انا غنسولكم هذا السؤال وانتوما جاوبوني في التعاليق. انا شخصيا نرفض، واخا يعطيني مليار، واخا يعطيني مليار يحطها لي على الطبله ويقول لي ندخلك الحبس ونقضي لك على مستقبلك وعلى خدمتك ولكن دوزي الحبس وتخرجي تلقاي مليار كتسناك، نقول ليه لا، نرضى بداك الشيء اللي عطاني سيدي ربي حلالا طيبه وما نديش لعباد الله ديالهم. وهاد السيده اللي دايره في راسها انها مطوره وذكيه وكتختالس الاموال من الحسابات البنكيه ديال الزبناء مساكن اللي ضاربين عليهم تماره حتى جمعات 160 مليون، في الاخير اش صدقات؟ صدقات بعدا اول حاجه خرجت على الخدمه ديالها، فقدات المنصب ديالها، فقدات الطرف ديال الخبز باش كانت عايشه، حاجه اخرى غادا تضرب 4 سنين ديال الحبس، حاجه ثالثه الدوسي ديالها توسخ، نهارها تخرج من الحبس عمرها تحلم تخدم في شي شركه اولا تخدم في شي بلاصه، حتى واحد ما غيثق فيها، الدوسي ديالها صافي تطبع عندها الصوابق. حاجه اخرى ديك 160 مليون اللي شفرات خاصها تردها، يعني ارجاع المبلغ المختلس. ونزيدكم عاوتاني عندها غرامات ماليه كثيره جدا، اول حاجه 30 الف درهم، هذه غرامه نافذه، وغرامه اخرى ديال 180 الف درهم تعويض مدني حتى هو غادا تاديه، يعني ديك 160 مليون اللي شفراتها غادا تردها. وفوق من هذا الشيء عندها غرامات ماليه اخرى وتعويضات اخرى مدنيه اللي خصها تحطها في المحكمه، يعني هاد الانسانه خسرت حياتها كامله، دمرت حياتها بيديها، دمرت المستقبل ديالها بيديها، بغاتها كلها وخلاتها كلها. على ما حال اخوتي هاد القضيه راه ماشي اول مره كنقراو بها ولا كنسمعوا بها هاد الاختلاسات، بزاف ديال الموظفين في البنكه اللي كيختلسوا اموال طائله، كاين اللي كيتشد في الحبس وكيرجع دوك الفلوس وكاين اللي كيسرق دوك الفلوس وكيهرب على برا، بزاف ديال الموظفين اخرين اللي كيخرجوا على حياتهم وعلى مستقبلهم وعلى خدمتهم وكيطمعوا في فلوس عباد الله، سواء هذاك اللي دوز الحبس راه ضيع حياته، ولنفرض كاع انت سرقتي ديك الفلوس وهربتيهم على برا، اشنو كاع درتي بالسلامه؟ غتبقى دائما هارب، بلادك ما عمرك ما غتدخليها، يعني حياتك ضيعتيها، والديك مشاو ليك، خوتك ما عمرك تشوفهم، يعني شنو اش من حياه هذيك؟ واش من مستقبل باقي؟ يعني واش ديك 160 مليون غادي تضمن لك الحياه كاملها؟ و 160 مليون راه غادي تضربها، ممكن تضربها في عام، ممكن تضربها في عامين، ما غدير لك والو، يعني داك المبلغ ما غيبانش قدام حياتك ومستقبلك وديك الطمانينه في المعيشه مع وليداتك ومع مرتك وحدة والديك وحدة خوتك. نشفر باش نبقى هارب حياتي كاملها ونهرب برا البلاد وما عمرني ما يمكن لي انني ندخل لبلادي، نهار ندخل يشدوني في المطار، يعني اش غنقول لكم؟ الحماق وخلاص. انا هادشي كامل كيجيني بصفه عامه الحماق، والطمع طاعون، واللي بغاها كاملها راه كيخليها كاملها، والقناعه كنز لا يفنى. اللهم نقنع بداك الشيء اللي عطاني سيدي ربي سواء كثير ولا قليل، نحمد عليه سيدي ربي ونشكره، راه كاين اللي ما لقى حتى خبزه ياكلها، كاين اللي ما لقاش عشا ليله. انت الا عطاك سيدي ربي هذا المنصب الكبير وكتخلص خلصه مزيانه فراه بوسي يديك
كما كيقولوا خدنا المصريين وشي وظهر. احمد سيدي ربي على ديك النعمه الكبيره اللي عطاها لك واللي تحرموا منها بزاف ديال الناس، واللهم لك الحمد بالقليل ولا بالكثير، المهم هي الصحيحه اخوتي. الانسان يكون في البدن ديالو صحيح وبخير وعلى خير، ما ناقصه يد ما ناقصه عين، كيشوف مزيان، كيتمشى برجلاته، كيشد بيديه، كيهضر بلسانه، هاد الشيء كلهم نعم ديال الله سبحانه وتعالى، خاصنا نحمدهم عليه صباح وعشية، ونحمد ربي على الرزق القليل، ونحمد ربي على الخير ديالو اللي دار فينا، وما نطمعوش في ديال الناس. هاد الشيء ما كان اخوتي بخصوص هاد الموظفة اللي قررت المحكمة في حقها بأربع سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامات مالية نافذة وتعويضات مدنية، وأنها ترجع المبلغ المختلس ديال 160 مليون سنتيم. الله يهدي ما خلق أخوتي، والله يهدينا حتى يدينا، ويا ربي تلاقينا مع محسن منا. هذا الشيء ما كان بخصوص هذا الفيديو، ما تنساوش تخليوا التعاليق ديالكم. خليتكم على خير، مع السلامة.